الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه بندكاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان برساتها كل معروف صدقة. منتها رول تنول أو تنلاي كي صدقة. رواه البخاري. دين ركادة إمام البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. دلاج إمام مسلم رحمه الله بندكا حديث داي بنتاي بيس كريكا ربا حذيفة رضي الله عنه. يوم تام أتنين حديث من شئ برابتا رول بركال أو تنلاي رول تنول أو تنلاي نو كي تطول بان فالبون دوشي صدقة دوشي كابوريشا داي صدقة ركا بوريشا نكرم ساسنا إسلام ទីតាមរបស់វាគឺសំដៅលើការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយជួយដល់អ្នកដទៃដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយរំពឹងផលបុណ្យពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាវាជាការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិវាតទៅនឹងការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយសារក្តីករុណាពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺពេលខ្លះអាឡោះឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលបានផលបុណ្យឬការបរិច្ចាគទានដែរទោះជាគាត់មិនបានបរិច្ចាគទានជាទ្រព្យសម្
تا كل تسبيحة صدقة من تا را تسبيح را كاسو تا سبحان الله مدام كي تربان كي جاتوك تا جي صدقة وكل تهليلة صدقة هاي را تهلل را كاسو تا لا إله إلا الله مدام تربان جاتوك تا جي صدقة وكل تحميدة صدقة هاي را تحميد مدام تربان جاتوك تا جي صدقة را كاسو تا الحمد لله مدام وكي جاتوك تا جي صدقة وأمر بالمعروف صدقة أي كابراتني تفول أو كوشي صدقة ونهي عن المنكر صدقة أي كهام قطني أمبي بركة أكرا نو كوشي صدقة داي نكناو ساسنا إسلام ربا جين كراي بني مي وچي أبراب نكناو حديث أبو هريرة رضي الله عنه لتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان مي فرساح داي تا تعدل بين الاثنين صدقة مني تا كاتفو يتطور وي منوك بناء كوشي صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه اي كاتشوي براهمنا اي لان تشي شمنيه ربكات ريكاتشوي لك ايوان دالو شمنيه ربكات كوجي صدقه والكلمه الطيبه صدقه في سمنيل او كوجي صدقه وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه اي راه جمهين دا تاي برتبا صلاه دا مسجد نو كو تربان چتوك تا جي صدقه وتميت الاذى عن الطريق صدقه اي كا يا بركا دا بافول دا نه ធ្វើ ដំណើរ នៅ លើ ដង ផ្លូវ ចេញ ពី ផ្លូវ នោះ ក៏ ជា صدقه ដែរ មាន ន័យ ថា ទ្វារ នៃ صدقه គឺ មាន លក្ខណៈ ទូលំ ទូលាយ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង ផល បុណ្យ صدقه គឺ មាន លក្ខណៈ ទូលំ ទូលាយ ជាមួយ អ្នក ដែល មាន លទ្ធភាព បរិច្ចាគ ដោយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ក៏ ទទួល បាន ផលា صدقه ផល បុណ្យ صدقه ហើយ ជាមួយ អ្នក ដែល និយាយ នៅ ពី សំដី ល្អ អ្នក ដែល ធ្វើ ទៅ ល្អ ផ្សេង ផ្សេង ក៏ ទទួល បាន ផល បុណ្យ صدقه ដែរ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.